الحكومة هيا الحكومة هيا قول المخزن تحية قول المخزن تحية رمز القانع تشري رمز القانع تشري رمز القانع تشري دائما إلى الأمام يا من يبتغي عشان كرام دائما إلى الأمام ناظر فلانا بأن هناك انزال وطني مدة له 3 أيام مرفق طبيعي حال إضراب لمدة أسبوع. الآن تنزلوا للرباط لأن الرباط اللي فين تقتل وتستشهد الأب الروح ديال التنسيق الوطني ديال الشعب المغربي والأب الروح الشهيد عبد الله الحاجيل. عمرنا ما غنساو الذكرى ديالو. الآن نحن ندافع على آلاف أو مئات الآلاف ديال الأسر المغربية اللي تعاني الآن من البطالة، تعاني من وليدات متقراو أقسام مكتضة، غياب مرافق صحية، غياب موقف صريح من جمعية الآباء حول انه حتى البنيه التحتيه باش يقراوا ولا الشعب ما كايناش. عبرت التنسيقيه الوطنيه على الموقف ديالها اللي هو الرفض التام والمطلق لهذا النظام الاساسي، لانه سوف يؤدي الى الزحف على مجموعه من المكتسبات ديال الشغيله التعليميه، سوف يؤدي كذلك الى استعباد الاساتذه والاستاذات المفروض عليهم التعاقد، بحيث ان الوزاره في الحوار ديالها الاخير مع الاساتذه والاستاذات ومع اللجنه كذلك ديال الحوار اقرت على ان هذا النظام سوف يكون واحدا وسوف يكون شاملا وجامعا ومانعا لجميع الفئات التعليميه. الا اننا عند سؤالنا نحن تقريبا على الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، وبالتالي غيكون واحد القانون الاساسي واحد، نفاجئ بان الوزاره كتقول بالعظمه ديال اللسان ديالها بانه فاش كيوصل البارتي وفاش غتوصل النقطه ديالكم بعض النقط الاساسيه ديالكم غنستدعيكم كذلك الحوار من اجل كذلك البث في هذه المسائل. وبالتالي حنا كناكدوا على ان الحيف وعلى ان كذلك المنطق ديال ان النظام الموحد غيشمل جميع الاساتذه ما هي الا كذبه ابريل، ما هي الا واحد الكذبه معينه كتحاول ما امكن ان الوزاره تمررها في سبيل القضاء على ما تبقى من النضالات داخل الشارع المغربي. يعني بمعيه حضور كذلك النقابات الخمس الاكثر تمثيليه، يعني وبحضور ممثلي الوزاره، كان يعني الحديث عن ان التنسيقيه متمسكه بالملف المطلبي ديالها اللي الشعار ديالو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، وانها لن تقبل اي حلول من الحلول الترقيعيه التي الغرض منها هي تجويد التعاقد وتجويد التشغيل بالعقده مع الاكاديميات، وان المطلب الاساسي ديالها هو الادماج. اي ارضيه ستناقش في هذه الحوارات من غير ارضيه الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه فالبيانات ديال التنسيقيه والخرجات الاعلاميه ديالها تعبر بشكل صريح عن رفضها لاي يعني حل يراد من خلاله الالتفاف على المطلب ديال التنسيقيه.